احنا اول شيء احنا ما نش نناقشوا في مساله انه هل من صلاحيه وكيل الجمهوريه يحيل وما يحيلش من حقه باش يحيل، وهذا بالقانون باش يحيل اي شخص يقدم له شكايه باش يحيلها. ولكن احنا شنو نحبوا نطلبوا؟ نطلبوا انه المسؤوليه اذا كان انا سلطه قضائيه يجب ان اتحمل المسؤوليه في حمايه هذه المؤسسات. يعني مش معقول انه اليوم اعوان تنفيذ لهم صلاحيه التنفيذ يقع بحثهم في حاجه متعلقه بوظيفتهم في السرقه وفي الخلع وفي محاوله قتل اللي هي جرائم ماهيش معقولة أساسا، هي لم ترتكب أساسا، لأن هناك محاضر حجز وجهت إلى وكالة الجمهورية، هناك تقارير وجهت إلى وكالة الجمهورية، هناك إجراءات نص عليها المرسوم 116 كلها احترمت. كيف يمكن أن تقبل شكاية شخص لا صفة له في الإذاعة؟ أنه سعيد الجزيري لا صفة له في التشكي لأنه لم يكن متضررا، ليس صاحب إذاعة، ما هو مركزه القانوني؟ ممكن أن يكون واشي، خاطر القانون يسمح بالواشي أنه يتقدم بشكاية لوكيل الجمهورية، ممكن. وثم تتغافل النيابة العمومية على شكاية قدمتها الهيئة في كسر الأختام، لأنه وقت المؤسسة العمومية تحط أختام على مكان ما لا يمكن لأي شخص عدل تنفيذ أو ضابط أن يتحول إلى ذلك المكان أو يقع أن يتم الولوج إليه، فبالتالي يكون أمام إزاء سعيد الجزيري النائب في البرلمان ارتكب جريمة كسر الأختام والدخول إلى محطة الإرسال وتصويرها ثم التعريف بالأعوان ونشر الشكاية والتعريف بهم وبهوياتهم وبالتالي تعريضهم للخطر باستعمال خطابات دينية تكفيرية. هذا هو الخطر، يعني هذه الجرائم لا يقع تتبعها المخالف القانون ويقع تتبع الهيئة كهيئة قانونية قامت بتنفيذ القانون. للأسف نقول هذا للأسف، ربما لسوء فهم الإجراءات، ربما لسوء فهم الإجراءات المتعلقة بالمرسوم 116، ربما لعديد الثغرات في هذا المرسوم التي تحتاج إلى مراجعة، وبالتالي يجب أن يعرف الجميع أن في دعم المؤسسات هو دعم للديمقراطية ودعم لدولة القانون. لا يمكن أن نتحدث عن دولة القانون دون أن تكون هناك سيادة للقانون، دون محاباة ودون تمييز. القضية هي المرفوعة الحقيقة غريبة شوي، لأنه في العادة أنه الهيئات بصفة عامة لها صلاحية معينة يعطيها لها القانون. القانون أعطى صلاحية للهيئة العليا المستقلة لاتصال سامي البصري لتعديل المشهد. تعديل المشهد فيه إسناد الإجازات، فيه المخالفات، فيه معاينة المخالفات، فيه خطايا، فيه حجز معدات، فيه قرارات سحب الإجازات، فيه قرارات تقليص من الإجازة. كل هذه الصلاحيات أعطيت للهيئة. عندما مارست الهيئة وظيفتها تجاه إذاعة غير قانونية جوبهنا بأن من ينفذ القانون يشتكى به. العنوان الأبرز اللي الناس يفهموه أنه من حق أي مواطن باش يشكي، لكن على الأقل من حق أي مواطن باش يشكي في شكوى تقبل وليس في شكوى متعلقة بوظيفتي. أنا وظيفتي كهيئة باش نقوم بعملية حجز، لا يمكن التشكي ضدي بمناسبة أدائي لوظيفتي. يمكن التشكي ضدي بشكاية أخرى فيها ثلب، فيها شتم، فيها أني قمت بتجاوزات خارج وظيفتي، هذا ممكن. ولكن بتعلة أنه مش فوقهم رؤوسهم ريشة أنه نشكو بهم، هذا يؤدي إلى تعطيل المؤسسات، لأنه نحن اليوم الأعوان غدوا معاش يخرجوا باش يقوموا بوظيفتهم ومعاش يمشي، لأنه هو مش يولي محل تتبع، كل واحد تمشي تحجز له يقوم بتتبع الأعوان اللي قاموا ضده. وبالتالي نوصلوا إلى مرحلة أن هذه المؤسسات اللي هي باش تقوم بوظيفة تعديلية لن تستطيع أن تقوم بوظيفتها في المستقبل. القضاء مش يخشى التدخل، القضاء الحقيقة ثم سوء فهم لهذا الملف، لأن مسألة التعديل أو مسألة الهيئات التعديلية هي مسألة جديدة. المرسوم 116 فيه عديد الثغرات أدى إلى قراءات، القراءات مختلفة بطبيعة الحال. القراءة عندما يكون النص غامض أو النص فيه ضعيف يؤدي إلى قراءات تعود بنا إلى مربع أن للقضاء الكلمة الفصل في عديد المسائل، وبالتالي القضاء لم يتعاطى مع هذا الملف على أنه ملف تعديلي، فيه هيئة تعديلية، فيه إجراءات خاصة، فيه نظام خاص، فيه منطق آخر مختلف تماماً عن بقية الإجراءات الحجز التي تقوم بها الضابطة العدلية. فهذه الإجراءات لم يستسخها أو لم تهضم بعد لدى القضاء، وبالتالي القضاء يتصرف كأنها قضية عادية. يعني أنت كتقدم شكاية ينظر إليها كأنها شكاية من أي مواطن ضد أي مواطن، تحال للبحث وهي بشكل آلي، وهذا يضر بالهيئات، لأن وظيفتها هي صمام أمان
في مجال اختصاصها وهي صمام أمل الديمقراطية. احنا الملفات هذه حلناها لليوك خاصة فيما يتعلق بشفافية التمويل، فيما يتعلق بالأموال، فيما يتعلق بطريقة تصرف هذه المؤسسات. إلى حد الآن ما عندناش رتور، ما عندناش نتائج، لأنه فما قضايا اتحالت على القطب المالي المتعلق بقناة نسمة اللي هي فيها جانب آخر من القضايا المتعلقة بالتبرعات ومتعلقة بجمعية خليل تونس اللي هي أيضا فيها أبحاث. بقية الملفات ما زالت تراوح مكانها، ننتظر أن هيئة مكافحة الفساد أن تقوم أن تسلط الضوء على هذه الملفات، لأن فيها شبهة تبييض أموال أو شبهة أموال ما نعرفوش معناها ما أتاها وشنو الهدف من ورائها. ما زال هو بالنسبة للإذاعة هذه غير القانونية، أنه احنا توجهنا لأنه حتى الناس ما يفهموش، احنا ما زال عنا ثقة في القضاء، لأنه القضاء العدلي المدني هو المختص بالنظر في هذه النزاعات. وحاليا احنا تم إنصافنا ضد قناة إذاعة القرآن الكريم في صفاقس اللي تم صدور حكم بصحة إجراءات الحجز، لأن إذاعة القرآن الكريم نحن تقريبا نقوم بإجراءات حجز على كامل تراب الجمهورية، معنى الشخص له معدات كاملة يأتي بها مهربة ثم يقوم بوضعها في كامل تراب الجمهورية. عنده في إذاعة في صفاقس تم حجز معداته في صفاقس بتدخل من الوالي، لأن الوالي قام بمنعه لأنه ليس له إجازة، ولكن للأسف أنه حجزناها والمحكمة حكمتنا. بالتالي إحنا ما زال عنا ثقة أن القضاء يعيد النظر في هذه الإجراءات المتبعة خاصة في علاقة بالإذاعات غير القانونية، وينتصب من الناحية الشكلية فقط دون أن ينتصب، يعني أنه يبحث النواحي الشكلية التي نقوم بها فقط دون أن يبحث في الأصل هل أن لها إجازة أم ليس لها إجازة، هاو المحكمة الإدارية حكمت لهم، هاو هذا لا يدخل فيه القضاء العدلي، لأنه من صلاحيته التثبت في صحة إجراءات الحجز فقط شكلا، إما يحكم بصحة إجراءات الحجز أو برفع الحجز فقط دون أن يدخل في هل له إجازة أو ليس له إجازة من هذا القبيل، فهذا خارج عن أنظار القضاء العدلي. والقرار كان الحقيقة كما قلت لك أنا وسبق أن بيّنت أنه المسألة تتعلق بفهم نصوص المرسوم 116 في فهم صلاحيات الهيئة كالقضاء العدلي كالقضاء الإداري، يعني خطوط التماس حول وظيفة الهيئة ودورها ما زالت إلى حد الآن لم ترسم، كما تو الحدود بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة، حدود الصلاحيات بين القضاء العدلي والقضاء الإداري والهيئة والهيئات التعديلية والهيئات المستقلة ما زالت إلى حد الآن لم ترسم، وبالتالي تصير الاعتداءات، يعني يصير الدخول إلى مجال اختصاص الهيئة، وبالتالي قرار المحكمة الإدارية قبلته الهيئة اللي هو بإلغاء قرارها اللي صدر في 2015 برفض إسناده إجازة، لأنه لا يمكن لإذاعة لا يمكن كراسات شروط تمنع إسناد إذاعات إجازات لإذاعات دينية، وبالتالي احنا قبلنا بالقرار وعودنا نظرنا له في الملف نتاعه ووجهنا له طلب أنه يقدم مؤيدات ويقدم ملفه للهيئة للبت فيه لإمكانية إسناده إجازة إذا كان يستجيب لكراسات شروط. لو كان جاي طالب إذاعة جامعة إذاعة معناها متنوعة فممكن كانت الهيئة تستجيب إلى طلب شقيقه وليس لسعيد جزيري، ولكن سعيد جزيري هو المتصرف في هذه الإذاعة اللي بثها في خطاباته يوميا صباحا مساء في التحريض ضد الدولة ضد مؤسسات الدولة ضد أعضاء الهيئة، خطابات كراهية ضد النساء، يعني فتاوي على قارعة الطريق بأي شكل. فبالتالي المسألة تتعلق بهذه الخطوط التي لم ترسم بعد، وإحنا صدرنا قرار وقمنا بتنفيذه، والآن نحن إزاء قرار برفض إسناده إجازة، وهذا نستند فيه للقانون ولكراسات الشروط، وما يمكنش إسناده إجازة وما يمكنش أنه حتى المعدات اللي احنا حجزناها هي معدات أصلاً مهربة ومحل بحث ديواني، لأنها قد تكون تشكل خطر على الأمن القومي. علاش؟ لأن المعدات هذه متاع التقاط ومتاع الفيقونس ما نعرفوش شنية قوتها وشنية قدرتها، وقد أدي بنا إلى معنى المس من الأمن الوطني، وبالتالي احنا ذاك علاش التجأنا أنه ممكن تكون الأمن على الأمن العمومي، على الأمن على أمن العام، على أمن الجيش، على أمن الشرطة، على أمن الداخلية، وبالتالي طالبين أنه يصير اختبارات لأنه ما فيهمش إجازات، لأنه قبل ما يدخل ليميتور يخضع للرخص من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع باش تثبت في المكونات، ربما تكون فيه مكونات قد تؤدي إلى أشياء معناها روى خائبة على الأمن الوطني. ذاك علاش نحن مش التجأنا للقضاء العسكري كقضاء مختص للنزاع بين النزاع بين الأيكا وبين إذاعة القرآن الكريم، وإنما لتتعلق بمسألة فنية تقنية تتعلق بوضع أجهزة على في مناطق حساسة كما جبل زغوان وكما صفاقس
كيما بوم، هل وضع هذه المعدات دون أن نعرف منين جات، كيفاش وصلت، كيفاش توردت، وشنية قدرتها؟ وبالتالي هذاك علاش احنا توجهنا إلى الاختبارات اللي هي باش تثبت الحكاية هذه. وهو عدم الاعتراف السياسي بالأساس، يعني الأحزاب السياسية التي أصبحت الآن لها أذرع إعلامية، أصبحت لها قنوات تتكلم باسمها، ترفض أن تكون هناك هيئة تعديلية، لأن الهيئة التعديلية ستتصدى لهذه البروباغندا، ستتصدى للخطاب اللي يجيبوا فيه الشخصيات السياسية يتكلموا على رواحهم ويمجدوا في رواحهم. بالتالي لا يمكن لهذه الهيئة أن تكون لها مقبولية إزاء هذه الأحزاب السياسية التي تكون الحكومة، وهي الحزام السياسي للحكومة. وبالتالي لن تجد هذه الهيئة أي قبول، يعني أي قبول وأي أي مساعدة في تنفيذ قراراتها، لأن كلها تتصدى إلى تنفيذ قرارات الهيئة، يعني لأنه التصدي إلى هو إضعافها حتى تتمكن هذه الأحزاب من الهيمنة على المشهد. وقت تهيمن هي على المشهد، بالتالي تولي تروج لخطاباتها الأحادية. المشهد السياسي الحالي والتقارير متاع الهيئة اللي بينت المحكمة دائرة المحاسبة بينت اللي وقع استعمال القنوات غير القانونية للدعاية الحزبية والإشهار السياسي، هذه المسألة تتحملها مسؤوليتها ليزي والقضاء الإداري. القضاء الإداري يتحمل مسؤولية كاملة في اعتبار نزاهة الانتخابات. الانتخابات كانت شفافة، هزينا أصوات حطيناها في الصندوق، أما لم تكن نزيهة لأنه ما فيهاش مساواة بين المترشحين. واحد مترشح عنده تلفزة، واحد عنده إذاعة 72 ساعة يبثها سعيد الجزيري، كيفاش تحبوا ما يطلعش؟ والمنطقة اللي بث فيها اللي هي بن عروس طلع فيها 4 نواب، فما بالك أنا شخص نتقدم للانتخابات وعندي برنامج ويعطوني ربع ساعة في الإذاعة الوطنية غير قادر أن نوصل صوتي؟ وهذا عدم المساواة يؤدي إلى أن تصبح هذه الانتخابات انتخابات غير نزيهة، لأن استعملت فيها الأموال الفاسدة، استعملت فيها القنوات الفاسدة، القنوات غير القانونية، والأصوات اللي هي الفرقعات الإعلامية اللي هي لا تعكس ما يطلبه الشارع، وبالتالي أثرت بشكل مباشر على المشهد السياسي بصفة عامة.